السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا راهي جاتكم حاجة شابة، الهيشر. الهيشر اللي مهيشرين الناس وين باي خلقوا، يعني مشكلة. ما يجري محرز يلعب، يلعب عادي نورمال محرز، يعني يلعب نورمال. جات قضية تاع كابيتان ديكي ولا من نورمال يلعب. وين ناس وين قالك وين يوجه ضربة، وين حتى في غياب فيرمينيو، وين المدرب الألماني يوجه ضربة جديدة إلى رياض محرز بهذا القرار. أخويا جيبوا لنا كاش واحد هكا ولا حاجة، هذا المدرب هذا عنصري، يجيبوا لنا يقولوا لي زعل ديروا كيما غوارديولا. صايك راهي عندكم قضية غوارديولا محرز، اقلبوا غير اسم، قولوا ماتيس، يعني المدير الفني تاع نادي الاهلي، وين قالك صدمة الى الساحر الجزائري رياض محرز جناح الفريق الاول لكرة القدم. قالك مرة اخرى وجه الالماني ماتيس يعني صدمة الى الساحر الجزائري. محرز مركا نورمال عادي، نورمال الناس فرحانة به يجروا موراه عادي عادي نورمال. وين راهي تما اروح شنو نعطيكم حقائق على ماتش كابيتان ديكيب، اروحوا منا اي ماتيس ديروها لنا، لا بغيتو ربي ديروها لنا ديروها لنا اي ماتيس على بالك نهودولك السعودية. كيما واحد الخطرة محرز غوارديولا يسقي مع محرز قالوا لا ما توليش، على بالك مين تسيب انت يا هذاك المخنث هذاك وكلابو يذبحو، تحسب لي مرة بدينا مطارق راهم رايحين الملعب تاع الاتحاد بيضربوا غوارديولا. شمعة تذابت، عاودوا لصقوا شمعة من تحت وقعدوا عليها وكما صاروا تهضروا على ماتيس. اي ماتيس على بالك نهودولك السعودية. اي طوفانك هودتولو الكاميرون. كيما ذاك النهار هذاك المخنث وبو كلبة فاني كانوا يهضروا في اللايف، قالوا هاك قالوا على بالك، قالوا غادي نتالبو غوارد نتالبو ايطو، قالوا يجي لتونس نروحو له، يجي لمصر نهودو له، قالوا غادي نولو تالبوه في حياته، قالوا ما نخلوش. يا ربي ما خلاها زعماك، ما خلاهاش هكا تطول، ما خلاها ست اشهر وقيله ولا ثمان اشهر. ايا ايطو جا للجزائر لالجي، بات في الجي وجا ضرب ثلاث ايام هنايا وراح لدارو، عاود ولا جا ضرب ثلاث ايام وراح نورمال. اي ما شفناش حنا ما شفناش تالبو. قالوا محرز ماركا بونت، محرز ماركا بونت ديمي بولي ماركا بونت شباب، كيما فانيك ياسين ابراهيمي فانيك ماركا بونت شباب. ياسين ابراهيمي خلط لا ديفونس عما كي دار دار بولا جايه ودار خلطهم. هذا اللي هو حاسب هذا المشرف تاعكم حاسب ليكيب ناسيونال تاعه. لو كان كاين رجاله وانصار اللي جبدوا روحهم حقيقيين كو مازالوا كاينين، هذا المدرب والله ما يبات ليله في ليكيب ناسيونال، ما يزيدش كاش قوال الاخر كيسموه سعدان امام مصر البح قاضي ماذا كان راح لعب كوب دي موند، مين جا ولا يقولوا له سعدان مهبول ديرك، سعد المهبول ديرك. واو لله كاش ما كان، كانوا انصار كاينين ما كاش تقديس. بصح جاو ناس 2019 هادو مساكين، اش غادي نقولو الله غالب، خليهم تا يفيقوا مازال. ما يدري كيما قال ما حاسبين بلي هذا المدرب رغم ان ما كاش كاع انجازات، بصح تايلا ما يخسرش عندهم، هما ما يخسرش عندهم، هما مؤامره هذه هي. مرة أخرى وين وجه الألماني ماتيس مدير فني لنادي الأهلي صدمة إلى رياض محرز جناح فريق الأول لكرة القدم. محرز انضم وين قال بأن محرز انضم إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها ب 35 مليون يورو تقريبا. ولم يمنح يعني المدرب النادي الاهلي شارد قياده الفريق الاول الى محرز في مباراه القلعه الراقي امام الخليج
يعني الخليجي ضمن منافسة الجولة الثانية من مسابقة دور روشان السعودي للمحترفين 2023-2024 على الرغم من غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو. وكل المؤشرات كانت تتجه في بداية الموسم إلى منح شارة قيادة إلى الجزائري، إلى أن المدير الفني الألماني اختار فيرمينيو بدل منه وسط تأييد كبير من الجماهير. صح الجماهير كبيرة قبلت، يعني قالك لازم داروا إحصائيات وين الجماهير تاع النادي هذا اللي يلعب فيها محرز، وين داروا تأييد كبير باش فيرمينيو هو اللي يرد كابيتان ديكيب. وكل المؤشرات كانت تتجه في بداية الموسم إلى منح شارة قيادة إلى الساحر الجزائري، إلى أن مدير الفني الألماني اختار فيرمينيو بدل منه وسط تأييد كبير من الجماهير. لكن المهاجم البرازيلي المتألق غاب عن مواجهة الأهلي والخليج بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، حيث توقع الجميع أن يحمل رياض محرز شرارة هذه المرة. المفاجأة هي أن ماتيس قرر منح شارة قيادة إلى النجم الإيفواري فارناكيسي، متوسط ميدان قادم من العملاق الإسباني برشلونة في الصيف الحالي، مستبعد محرز مرة أخرى. غادي اي افير هادي عند المخنث وكلابه عند صحاب القلعه دب 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 دب. افير قلعوا ماتيس، قلعوا غوارديولا، ديروا ماتيس. انا نقولكم ايا جماعه يا روحوا ايا كاع نطيحوا في الصفحه تاع ماتيس باش نعايلوه جماعه. ايا 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 انا نقولكم والله العظيم والله تنجموا ديروها على بالكم، تنجمو ديروها نورمال. افير افير هذه ولا افير شابه، تبغوا ديروها نورمال. يعني وين سألنا وين هذه هي وين بصمة الدولي الجزائري رياض محرز على أول أهدافه بقميص نادي الأهلي السعودي في مواجهة الخليج في الدوري روشان السعودي. وسجل رياض محرز هدفه بطريقه رائعه جدا بقدم اليمنى، وقبل دقائق امتع الجزائري جماهير الاهلي السعودي بكنترول خرافي، والذي تعود على امتاعه الجماهير الاوروبيه في وقت سابق. وكان قائد الخطه قد ساهم بشكل كبير في الهدف الاول لفريقه حينما منح تمريره رائعه لزميله باسكي الذي حولها الى ايبيزا وافتتاح بها الباب التسجيل. سهل صحيح هذه هي قوانين الحلول. ها مركب هضرونا راني باغيكم تهضرونا، راني نقولكم شنو راني باغيكم تهضرو. لازم اللي تهضرونا على الاخرى كيسموها يا ربي، على قول معنا على تاعكم هذيك، قول معنا كيسموها يا ربي هذيك الأخرى. أقول لكم سير تجنيس تجنيس تاع التجنيسة راه مزوالي يقولوا لنا. ماشي سهلة هي سهلة على بالكم. ليش في وقته اي في ساعه اليوم اي قلال اي قلال صحاب القلال دق 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 دق. قلعوا ماتيس، قلعوا غوارديولا، ديروا ماتيس. اي شويه بتريحوا شويه بعد مركب. هيا قلعوا ماكم مساكتي، قلعوا 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 يا سعفوني.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.